السلام عليكم مع فيديو جديد من فيديوهات سلسلة تعلم الأوتوكاد. في الفيديو ده الحقيقة هنتكلم على أمر جميل جدا في الأوتوكاد اللي هو سبلاين. سبلاين يعني إيه؟ إن أنا أبدأ أرسم منحنيات تمر من خلال نقاط محددة، خلاص، اللي هو كان قبل كده ما يسمى بالفرنش كيرف أو حاجة قريبة من الفرنش كيرف. طبعا قبل ما نبدأ هنحاول نظهر المنيو بار من فوق من السهم الصغير دي، شو منيو بار، ومن جوه تولز هندخل على تولز اوتوكاد دايمند درو، ومن جوه درو نعمل رايت كليك، ومن على درو وانا واقف هنا على الايقونه نعمل رايت كليك، نظهر موديفاي ظهرت معايا على اليمين. الامر سبلاين الحقيقه هنجيبه من الريبون بتاعي الاول، ندخل على درو، ادي الامر سبلاين، حالتين سبلاين فيت وسبلاين سي في، او من قائمه درو فين سبلاين، ادي سبلاين، عندي حالتين برضو، او من خلال التول بار بتاع درو هتلاقي سبلاين معاك هنا اهي، تمام. ومن منطقه الكوماند اللي حضرتك كتبت اس بي ال ثلاث حروف عشان يجيب لي الامر سبلاين، دول اول ثلاث حروف يجيبوا لي الامر سبلاين معاك اهو، تمام. تعالوا ننفذ الامر سبلاين من المنيو من الريبون بتاعي، هندخل على درو، ناخد اول حالة عندنا اللي هو سبلاين فيت، ونقول له والله خليه يمر بالنقطة النقط بتاعة النقط اللي قدامي دي اهو زي ما حضرتك شايف بيمر بيها. بعد ما بخلص بدوس انتر، ناخد ننفذ الامر سبلاين تاني من خلال سبلاين سي في اللي هي الكنترول فيرتكس، ندوس عليها اهو مثلا النقط دي بالشكل اللي حضرتك شايفه اهو، انتر. الفرق بين السبلاين الاولاني والسبلاين التاني، لو انت اديت كليك واخترت السبلاين الاولاني اهو نقاط التحكم بتاع النقط بتاعتي هتلاحظ معايا كده ايه النقاط نفسها على المنحنى، لكن في الحالة التانية النقاط فين؟ النقاط خارج الايه المنحنى، نقاط السيطرة على المنحنى بتاعي اهو لو زي ما حضرتك شايف خارج المنحنى. ناخد تفاصيل اكتر على الامر سبلاين، ندخل جوه الريبون بتاعي ننفذه بالطريقة الاولى اللي هو سبلاين فيت، النقطة الاولانية هنا، النقطة التانية هنا اهو اهو، تمام. لاحظ معايا حضرتك ان انا عندي هنا، في عندك هنا الامر اندو، اندو معناها ان انا اتراجع نقطه للخلف، اندو اهي رجعنا النقطه اللي قبليها، لو دوست اندو تاني يبقى اندو بتعمل ايه؟ اندو بتتراجع نقطه الى الخلف. وبعد الاندو في كلوز، كلوز هنا معناها ان انا اوصل اول نقطه باخر نقطه، لو دوست كلوز دلوقتي هتلاقي هو حضرتك قفل المنحنى بتاعي، وصل اول نقطه باخر نقطه. ناخد تفاصيل اكتر من قائمه درو، هندخل على السبلاين اول امر اللي هو سبلاين فيت، نقول له مثلا والله نقطه هنا نقطه هنا وهكذا اهو، مثلا النقطه دي هنا اهو، خلاص. في الحاله دي بقى انا لو انا عايز اخليه يمس هذا الخط المستقيم يبقى ممس لي، هختار اند تانجنس واختار اللاين ده، معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي رحت راسم النهايه بتاعتي ممسيه للخط المستقيم اللي حضرتك شايفه ده. نكمل تفاصيل الامر سبلاين من قائمه درو في الريبون، ندخل على السبلاين، ناخد مثلا النقطه الاولانيه اهي، النقطه الثانيه وهكذا زي ما حضرتك شايف او زي ما احنا متعودين. بعد ما اخلصها ادوس انتر. لما اجي اعلم على الامر سبلاين هتلاقي حضرتك الكنترولز بتاعته ظهرت معايا، بمعنى ان انا ممكن احرك ده للاسفل كده، احرك ده للاعلى وهكذا، خلاص. وفي هنا السهم ده، السهم الصغير ده بيسويتش ما بين الحالتين بتوعي الفيت والكنترول فيرتكس اهو، بص حضرتك الكنترولز اتغيرت اهي قدامي، هدوس على السهم تاني ارجع للفيت. حاجه كمان، لو انا جيت على البدايه كده اخترت دان تانجنت دايركشن على نقطه البدايه، ده تانجنت، لو دوست تانجنت دايركشن معناها ان انا عايز هنا اخلي البدايه دي ممسيه لحاجه، ممسيه لمين؟ او اروح يبقى الخط ده، لو انا اخترت النقطه دي يبقى انا اخترت الخط ده يبقى مماس للمنحنى بتاعي. نفس الكلام نطبقه على الطرف الايمن اهو، مجرد ما تقف على النهايه بتظهر لي القايمه اللي حضرتك شايفها، هنختار تانجنت دايركشن، يبقى انا حدد له والله النقطه دي. وبكده يبقى احنا انهينا الامر سبلاين. يا ريت حضرتك ترسم المثال اللي قدام حضرتك دون، مثال بسيط تقدر تتذكر به الامر سبلاين. وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. سلام عليكم.